لو قلت لي من الفرح طاير فلا لومك وتشرعت للفرح والسعد بيبانه الياس ولا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كرحبوا بكم مجددا على قناتكم الحقيقة الفضائية. اليوم كنتواجدوا بمنطقة جد جميلة قريبة من مدينة أزرو، هي منطقة أمغاس، حيث استقبلتنا السيدة فارس فاتحة. هذه السيدة اللي كانت كتعاني من الروماتيزم وتطور عندها الحالة إلى أعراض يعني أخرى، كانت ما بينها فشل صحي على مستوى الجسم كله، وأيضا يعني آلام على مستوى المفاصل الظهر وأيضا الرأس. فالحمد لله يعني بعد ما استشرت مركز الدكتور الهاشمي المتواجد مدينة فاس بحكم قربها من المنطقة، الحمد لله بعد استعمالها 3 جرعات كانت النتيجة جد جد إيجابية، وساعدت يعني النشاط ديالها والحيوية ديالها. فتابعوا معنا حلقة اليوم. أنا فتيحة كنت مريضة بالأعصاب والروماتيزم، دوست وعاود دوست والو، درت سكانيرات والو، كيقولوا لي عندك البرودة، شي واحد كاع كيقول لي ما عندك حتى حاجة، شربت شحال من دواء والو، كنت غير طايحة في الفراش، ديما خصني نتمغط ولا نحني راسي هكا على يدي والو. تفرجت في القناة ديال الدكتور الهاشمي، قلت لهم غادي نمشي بإذن الله لهاد القناة هادية كما يجيب الله الشفاء. مدت 15 عام وانا مريضة، قلت هاد البنت ومشيت للطبيب قال لي ما غاديش نعطيك الدواء ديال الاعصاب، باقا صغيرة فطمت لها، قال لي يا ودي نعطيك الدواء غير اما انتي تبغي الدواء حيدي البنت، اما البنت غادي ترضع وانتي ما نعطيكش الدواء. ايوا صافي، تما هي هاديك تبعت عندي على الراس مدة 4 سنين ولا اكثر. قال لي يا ودي صافي، جرى عليا قال لي يا ودي صافي راه بزاف عليك، انتي باقا صغيرة، الدواء ديال الاعصاب والروماتيزم بزاف عليك غيخرجوا عليك. ايوا جيت هي هاديك كانت تفرج انا في القناة ديال الدكتور محمد الهاشمي، قلت ليهم صافي راه راسي بغى هاد الدواء ديال هذا الرجل، واقيلا غادي يجيب الله عليه الشفاء. ايوا هي هاديك داني راجلي وعمي المركز ديال فاس. ايوا عاودت لهم داك الشيء، ديت التحاليل، بديت الجرعة الأولى حسيت بالتحسن، مدة 15 يوم حسيت بالتحسن. صافي هي هاديك تبعت دار 3 الجرعات، هداك الشيء ملي بداني كنتقج بحال إلا عندي شي كرة هنايا، كنتقج صافي، واحد العرق كيشدني من لهنا كطيح عليا يدي. في الأول غير ملي كنتعصب، في داك التالي ديما هادشي كيوقع ليا. ايوا صافي، والنعاس ما كيجينيش في الليل، والراس ديالي فيه البرودة، خصني كنحس بالبرودة، خصني ندير الزيف وندير واحد الفوطة فوق الراس وندير عاوتاني الطربوش ونلوي عاوتاني الشد على راسي، الراس والعنق كنحس بهم بالبرودة. ايوا هي هاديك تتفرجت، كيقولوا لك شي وحدين غير الكذوب غير الكذوب. قلت لهم انا بغى ليا خاطري هاد القناة نمشي عندها عند الدكتور الهاشمي، ياك ما يجيب الله الشفاء على الله باذن الله. ايوا صافي مشيت الحمد لله، حسيت قلت لك زعما بالامان من الاول 15 يوم الاولى شويه صافي، ملي بديت في التالية حسيت بالراحة، وليت كنعس ولا داك الشيء نقص عليا، لا ما كنتش كنعس نعس والو. ايوا صافي هي هذيك تبعت داك الدواء الحمد لله، فضل الله وفضل الدكتور الهاشمي، حمد الله وشكرته. صافي رجعت دابا عادي، وما شحال هادي ما كنتش كنخدم في داري، ما كنتش كنقابل ولادي غير موالين داري اللي كيقابلوهم، وهاد البنت قلت لك باقا صغيره، ومشيت للطبيب قال لي غير اما بنتك ترضعيها، اما انت الا بغيتي تاخدي الدواء خصك تفطمي البنت. ايوا درت ليها مسكينه الرضاعه، دزت على بوفكران شريت الرضاعه من تما نيت الحليب. ايوا صافي ايوا. هذاك العيال اللي كنتي كتحسي كنقدرش نوقف، ما كنقدرش نحني راسي هكا حتى للصلاه، كنقدرش نتافصله ما كنقدرش،
والمفاصيل ديالي كل شيء طاح عليا، وما كان قدرش على الصهير نهائيا. الصهير هو الموت ديالي، وما كان قدرش نشقى في داري. صافي غير اختي اللي كتجي عندي كتقابلني الدراري و... الحمد لله. الاخت ديالي كانت معايا، هي اللي كتجي كتقابل لي الدراري وتقابلني تاي انا. صافي غير مليوحه في الارض. ايوا تجاب الله الشفاء على دابا. الحمد لله. لا الحمد لله. لا الحمد لله. الحمد لله. وعندي المصران، وفي التالي قلت لهم اودي راه عندي المصران، صيفطوا لي الدواء ديالو. ديك الزيت شربتها الحمد لله ما بقاش كيضرني. كنت ما كناكل لا ملويله كسكسو لا حتى حاجه. الحاجه الرطبه كاع انت عارفه. وليت دابا الحمد لله كلشي كناكل. كنبدا بهذه هي الاولى، كنحل الكاسيطه بعدا سيدي كنشعلو. كنبدا بهذه هي الاولى، كندهن على الجسم ديالي كله، كندير شويه يدي هكا وندير على الراس وجهي، المهم كله. وكنعاود نشوف ديال تقرا ليا البنت ديال الراس، كندير ديال الراس وعاود ندير ديال المفاصل. ملي نسالي داك الشيء ونتمغط على ظهري وكنتصنت سيدي. ويلا هادو كنشرب المعلقه على الريق، هاد العشبه هادي ديال كنشرب، كنديرها في الماء السخون مده قسمين كنشربها على الريق. وعاوتاني نفطر ونشرب المعلقه من هادو ربع ساعه. وهذا كنشرب كاس المتوسط وصافي، ثلاثه الخطرات في النهار منه اللي كنشرب. ايوا جاب الله الشفاء. كنشكر الله والدكتور الهاشمي، الله يزيد في ايامه، الله يعفو عليه، الله يخلي له صحته، الله يعفو على الدراري اللي خدامين معاه، الله يسهل عليهم. مشينا للمركز تقبلونا مزيان الدراري، لقينا دوك البنات تما الله يعمرها دار، وراوني داك الشيء كيفاش نستعملوه. داك الشيء اللي قلت لهم، داك المرض اللي قلت لهم بلي قالوا، الله يسهل عليهم والله يخليه، الله يزيد في ايامه، الله يزيد في ايامه، الله يخليه لولادو وكل شيء الامه كاع. من يفرج الهم غير الرب سبحانه؟ الله فرجها عليك وزالت همومك. من يفرج الهم غير الرب سبحانه؟